استمعنا للمدربين بشكل سريع، نتعرف تذكيرا بتشكيلتي الفريقين مع كابتن حاتم. اولا تشيلسي، كابتن تشيلسي يبدا بنفس التشكيله وبنفس الطريقه، كورتواز، بيركويتا، كريستينسن، وروديجر، ثلاثي الدفاع زاباكوستا على الجهه اليسرى، موزيس، كانتي، فابريغاز، وهازارد، بيدرو، وجيرو كمهاجم. اكيد هازارد يلعب خلف المهاجم، المباراه الفارطه لعب كمهاجم وهمي، عودته الى الخلف تمنحه اكثر قوه على المستوى الهجوم. كذلك فابريغاز في غياب يكون المعاقب، فقد ان فابريغاز يكون جيد على مستوى الصينيه، مستوى البناء، وكذلك دور اصابه عضليه نتيجه الضغط. ادي استلام حجازي، هدفين لحجازي، منهم هدف بثلاث نقاط في مباراه بورنموث في اول اللقاءات، وهدف كان مرمى سينس، وكرة تضيع أمامنا من البديل أمامنا اللي دخل اللاعب جاي رودريغيز، طبعا دخل بديل رقم 9 وصعود 2002-2003. أوه، تكون صعود أعلى من الجميع من روندون هنا في هذه اللقطة، والكرة الملعوبة بشكل حلو أول ملعب نادي واسبروم، كان هدف للاعب باتشواي، إلى صفوف فريق نادي بروسيا دورتموند. والدور الأول 4-0. كورتوا يا وادي عملنا الاستلام ومحاوله اوليفيه جيرو، هل يسجل جيرو اول كره؟ على فكره فرانك لامبرد بيحضر هذه المباراه، وادي راسيه اوليفيه جيرو، امامنا كره ثانيه لاوليفيه جيرو، كره ثانيه جيرو، واحده بالراس وقبلها كره ارتطمت. المباراه حتى الان في هذا الموسم كره اماميه خطره جدا، يضيع رودريغيز امامنا هو اللي دخل بديل، يضيع بديل النجم اللي خرج ستونج في بدايه، وادي امامنا هنا الدفاع مشكله في فريق نادي تشيلسي. طبعا من الانديه اللي فازت بالالقاب الاوروبيه الثلاث، كره خطره، الهدف الاول يضيع، الهدف الاول يضيع هنا عن طريق زاباكوستا، سجل في مرمى كارباخ في اطار مسابقه دوري الابطال، وسجل في مرمى ستوك امامنا هو اللاعب الايطالي القادم من صفوف تورينو. فرصه كبيره جدا للتسجيل، فرصه كبيره وشفنا ايضا يعني المحاولات اللي كانت موجوده. يا ولد يا بن فوستر امامنا، بن فوستر في اللقطه الماضيه، ايضا هازارد اللي سدد كوره ارتدت، وادي هازارد الهدف الاول اوليفيه جيرو يصنع، وايضا هازارد يسجل هنا في هدف اول لفريق نادي تشيلسي. رده الفعل تاتي في الدقيقه كام؟ الدقيقه 25، لكن هدف حلو وتحضير حلو من العمق هنا، ايضن هازارد يسجل هدفه يعني العاشر وعشرة على عشرة. بص ايضن هازارد عملت حلوة قوي، وادي امامنا الكورة، شوف الضغط مرة تانية، اللاعب طبعا المميز جدا، اللاعب المواجهة اللي امامنا هنا من المواجهات المهمة، وهدف التعادل، ولكن يتألق كورتو. ادي امامنا دوسون سجل في مرمى برايتون، لكن في راية في تسلل في راية، ادي الكرات الثابتة، كريس برانت، ياس بليكويتا متقدم، الكرات العالية هنا، الصراع، ضربة رأسية، كريستنسن، وكاد أن يسجل، كاد أن يسجل جيرو أول أهدافه بألوان الدوز. أوليفيه جيرو كاد أن يسجل هنا، الدولي الفرنسي صاحب 27 هدف دولي في 64 لقاء، والقادم باللاعب اللي بينطلق أمامنا هو بليكويتا، بيعمل الكرة الكروس الجميل اللي بيتعمل، لكن يطلع على طول فرصة. كرة حلوة أوي بليكويتا، بليكويتا، كريستينسن، روديجر، ثلاثي الدفاع، وبتتكرر هذه الجملة رغم الإمكانيات. عدى المرة دي كله حلو قوي، عمل كرة عرضية، وأدي جيرو، لكن على طول إلى خارج الملعب، يحاول حقيقة أوليفيه جيرو بيحاول يصنع جيرو. ريتشوفياك، روندون الفنزويلي، لاعبين المميزين، روندون يبحث عن تسديدة لكن بعيدة أمامنا، روندون بعيدة لخارج الملعب. ايضا لقاء راشدل مع توتنهام، ولقاء ويجن مع مانشستر سيتي، وكره بالعرض خطره جدا، الكره كره خطره جدا من البديل اوليفر ماركي امامنا، لكن تغطيه دفاعيه مثاليه في اللقطه الماضيه، سبيليكويتا شالها قوي، لكن المهم الفوز والانتصار، مهم جدا الفوز والانتصار، وروندون وخطا، لكن فرصه تضيع، ماذا تفعل يا كريستنسن في اللقطه الماضيه؟ كريستنسن وروديجر وروندون، خلص كورة وراحت إلى إيفنز، رأسية إيفنز إلى خارج الملعب. أدي إيفنز سجل في مرمى واتفورد وسجل في مرمى برايتون، بص الكورة عدت من حجازي وإيفنز، حجازي بيطلع في الكرات الثابتة والكرات الغير ثابتة، لكن هنا المهارة والمحاولة، مرتا كان أن يسجل أمامنا، حاول المرور مع جيبس صاحب الخبرة الكبيرة، أدي أمامنا محاولة وتصلحت.
تتصلح في اللقطة الماضية أمامنا هنا، سيس كابريجاس يعملها لموزس، ترتطم في الدفاع واللاعب دوسن وتصل إلى موزس. بعد هذا الضغط من جانب نادي تشيلسي مع دخول موراتا، ادي امامنا موزس، امامنا بيفتح اللعب دايما، يدخل في العمق، يمرر كوره الى سيلس كابريجاس، ترتطم الكوره في دوسن، تصل الى اللاعب صاحب المركز الاخير امام ويست بروم بهدفين مقابل لا شيء. موزس في اختراق جديد في كوره، ولكن تصدى من فوسطن بالقدم ببراعه الحقيقه. كوره هنا من موزس في ظل النتائج اللي بيقدمها في الاسابيع الاخيره. محاوله هنا هازارد، الإبداعية في هذه الكرة وهذه اللقطة، لحظة الإبداع، المبدع هو من يأتي بغير المتوقع، واحدة باليمين في الهدف الأول في الدقيقة 25، واحدة أمامنا هنا بالشمال. بص الراجل، بص الراجل بيعمل إيه، أدي أمامنا هنا موراتا، هازارد يعني يعمل لك الغير متوقع. لا هاتوا للمساندة، ونادي تشيلسي النهاردة في الموعد 3 مقابل لا شيء. جاي رودريغيز الغير موفق امامنا هو الحارس الاساسي بعد رحيل بيتر تشيك، وادي كره يا ولد يا موراتا، لكن فوستر يتالق. الفارو موراتا الاسباني هنا يسدد في هذه اللقطه، في مكاسب عديده النهارده لنادي تشيلسي في اللقاء، بلدي في اللقاء. وامامنا هنا المحاوله، محاوله جديده، 3 تبديلات لكل فريق. موزس الى خارج الملعب، استغلال الجبهه